التي يحرضن ايوه فتيات أخريات ممكن يقعن ضحية رفقة سيئة. كما كانت قالت الاخت مليك، قالت لك كاين طالبات كملوا قرايتهم ومازالهم الدار، هذه هي مافيا لا تلاعب لا لا صح. بالطالبات. يعني هذا هو الاجابه على السؤال اللي طرحتيه من قبل، هاد البنات واش كملوا قرايتهم واش هم قاعدين يديروا؟ اسمها الطفله اللي راهي تجيب خمية غاني جديده وكامله، راهي رايحه تروح في هاد الطريق، اسمها والدليل هزا من باب والدليل التوليه. الاخت شهيره كنا حكينا عليها، شاهيناز باردون، كنا حكينا عليها مقبل، انه من ضمن الفتيات اللي جاوا احتجوا امام مبنى النهار طالبه عندها اكثر من 7 سنوات مقيمه في الاقامه الجامعيه، ربما اكثر 8 سنوات، يعني انتم اصلا ما كنتش عارفين هويتها وشنو هوية تحول يعني. مش تكون وهذه الامور يعني تحتاج انه الواحد يحكي عليها ولا امه يبينها للراي العام. أخبارك التدخل كي يكون قلت لنا كاين وزارة وسلطات عليا تدخلت من عن طريق شاشة النهار نتفضلهم بالطلب. حنايا كان كنا باش نحو هذا الفساد اللي راكم اشرتم اليه، الفساد اللي اشرتو اليه، باش حنا نحوه درنا طلب ودرنا اقتراحات نحو الفساد عن طريق مصلى. طالبنا بمصلى الاداره، طالبنا المسؤولين باش يديروا لنا مصلى، الفتاه يكون عندها طريقين. كاين فتيات حابين يبعدوا الانحراف لكن ما يلقاوش طريق اخر يروحوا ليه. كي طالبنا بالمصلى قالوا بلي البلان ما فيهش مصلى، ما نقدروش نديروا لكم مصلى، كاين سلطات اكثر هي مسؤوله عليه. ربما هذه النقطة على المصلى نقطة مهمة جدا، لأنه قال لك إذا تحوسوا على الطالبات المقيمات في الجامعات في الإقامات الجامعية، يعني أحسن الطالبات تلقاهم داخل المصلى، يعني هذا الأمر ماشي قاعدة ولكن الأمر يحمل نوعا من الصحة. وأنت كنت خبرتيني أنه الجامعة تاع بن اسمح لي عكنون، اخ إقامة بن عكنون ما فيهاش مصلى. الإقامة تاع بن عكنون، اسمح لي برك، الإقامة تاع جامعة بن عكنون فيها مصلى. أنا برك يعني وشنو هذه ما كاش مصلى؟ كنت قلتي لي ولاد فايت، ولاد فايت ما ولاد فيهاش فايت مصلى، مام ولاد فايت اون لا دو ولا تروا، في يعني ثلاثة. ما كاش مصلى. إيه يعني والبنات وين هذه يصلوا؟ في لي شومبر تاعهم، يعني هذه مؤخرا بالك في الحركه الاحتجاجيه، وكنا يعني منذ تاسيس الاقامه عندها 5 سنوات كل عام نديروا حركه احتجاجيه من بين المطالب، قلنا لهم ديروا لنا مصلى. انه المصلى ما حيكونش كي يكون مصلى مش طوب طفله خلاص ما تخرجش على الطريق ولا تبقى، بالعكس تنقص يعني على الاقل اذا كان شوي اذا شوي. تكون بارك الله فيك الاخت، ما تكونش ديريكت تكون طفله مستقيمه، ولا تكون على الاقل يعني تنقص من درجه الفساد ولا درجه الانحلال الخلقي. احنا لما طالبنا مصلى قال لك ما نقدرش. انا من يعني من شاشه نهار اوجه رساله الى الوزاره التربيه، وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، انه في الاقامات لما تبنى اقامات جدد علاه ما يكونش فيهم مصلى، يعني يكونوا وسائل. انا هنا هدرنا على قضيه فساد وقضية لا أخلاق، بصح باش نعالجوها هنا نعالجو أو نقصو على الأقل، ما شحن يكونوا قاع يعني كيما كاين حاجة مليحة كاين حاجة مش مليحة، على الأقل يكون أنا في عوض باش نلقى 100 طالبة كيما نقولوها بالمصطلح خارجة طريق ولا فاسدة، تكون 50 وحدة ولا 25 وحدة. أعطي لي وفر لي وسيلة، وفير وسيلة باش نقص. من بين الوسائل مصلى، يديروا نشاطات من الإدارة، يديروا نشاطات، ما يديروش غير اللي قالها. أو نخلي الأخت حنان تقول كلمة أخيرة ومن بعد نختموا مع ضيوفنا اللي شرفتونا، طالبات من إقامة ولاد فايت 3. ما حبيت برك نزيد نوضح حاجة للطالبات. حنا كي خيرنا هذا الموضوع باش نقوموا بهذا التحقيق، يعني هنا كي لحقنا دخلنا للداخل، علاش كرام يقولوا علاش خيرتوا غير الجانب السلبي وما درتوش الجانب الايجابي؟ هنا اعلاميا يوسف بالك انت تشاطرني في الراي، هنا اعلاميا الخبر عندنا كيكون كما يقولوا الكلب كيعض الانسان هذا ماشي خبر، بصح كي الانسان يعض الكلب هذا عندنا خبر. دوك باش نبين انا على بالنا بلي حنا الشعب الجزائري مسلم، على بالنا بلي طالبات يصلي ومسلمات يصوموا، هذا كاع خبر على بالنا به، ما نجيش انا نبينه. بصح كي نوضح كي نلقى بلي قرارات الخبر يدخلوا داخل غرفه وداخل الاقامات الجامعيه، هذا الشيء اللي لازم نحاربه. حنا في هذا التحقيق ما حبيناش، ماشي ما كانش الهدف تاعنا نجرحوا بالطالبات ولا نقولوا بلي الطالبات ماشي مربيات ولا طالبات ما باش جاو من المناطق الداخليه وجاو لهنا لقاو غرضهم ولا لقاو حريه. نو، كان الهدف تاعنا حنا نلحقوا للسلطات العليا باش نامنوا على حياه هاد الطالبات، باش ما يضيعوش طالبات هذوما، لانه غدوه من غدوه راح يصبحوا امهات
هما اللي راح يرفعوا البلاد هذه. دونك انا ماذا بيا ما يفهموهاش حاجه واحده اخرى، ماذا بيا يفهموا الهدف من التحقيق تاعنا كان واضح. الهدف من التحقيق تاعنا كان انه نبينوا الحقائق اللي كاينه داخل هذه الاقامات، نبينوا التسيب اللي كاين داخل هذه الاقامات، ما كان ني بلس ني موا. هذا هو البث تاع التحقيق تاعنا. حاجه واحده اخرى برك يوسف، بالك كثرت الهضره في الفيسبوك، وبالك كاين صحفيين بزاف اللي هضروا يعني خاصه مؤسف جدا. مؤسف جدا. انا كصحفيه بو ما عنديش 10 سنين ولا 11 سنه في ميدان الصحافه، انا عندي غير عام في ميدان الصحافه. بصح انا كي جيت نخدم في الصحافه، على بالي بلي كاين، على بالي بلي اي عمل صحفي نقوم به ولا اي تحقيق نقوم به راح يكون فيه نقائص. ما نقدرش نقول لك انا 100% التحقيق تاعي ناجح 100%. بصح نقول حاجه، انا ماذا بيا الصحفي يجي ينتقدني يقول لي حنان التحقيق تاعك فيه بعض النقائص، معليش بصح يكون نقد بناء، ما يكونش نقد فيه تجريح، ولا يقولوا بلي هذا التحقيق مفبرك ولا هذه الصور ما كاش منها. حنا ريسكينا، حنا دخلنا بالك ما على بالكمش انتم واش جوزنا واش مرينا، نضربنا بتنا، قعدنا سهرانات في داخل الاقامات الجامعيه، كنا بتخبيه نخدموا باش ما يشوفوناش لي زاجون، سوفرينا يعني 3 شهور ولا اكثر سوفرينا باش جينا بينا لكم هذه الحقائق في 44 دقيقه ولا ما بين شحال كان فيه باش بيناها لكم. حنايا هذا كان 3 شهور وحنا خدامات، 3 شهور وحنا نتابعوا، 3 شهور وحنا نحاولوا نجيبوا حقائق. ما كاش من هذا اللي قال هذه صور مفبركه، نقولهم ماشي مفبركه، هذه صور حقيقيه، هذا خمر ويدخل داخل الغرف. ماشي ما نقولوش كامل الطالبات، بعض الطالبات اللي راه ولاو دوكا مافيا هما المتحكمات في الاقامات الجامعيه. هذا هو انا باختصار هذا واش كنت حابه نلحق. وماذا بيا العائلات الجزائريه ما يفهموش التحقيق تاعنا بلي تحقيق سلبي، ماذا بيا ما يفهموش بلي كامل الطالبات، ما يفهموش بلي ثاني نقطه حساسه انه ماشي الطالبات ماشي كاع كيف كيف. هذه هي طالبات ماهمش كيف كيف، احنا المليح والدنيا راه باطل، وكل واحد على باله شربة. كل واحد على باله شربت يده. يعني يعني والرساله موصوله كذلك الى ضيوفنا الطالبات القادمات من مختلف الاقامات الجامعيه، وما تامنوش واحد اخر ربما يحاول يوصل لكم فكره خاطئه انه يعني اكو مستهدفات ولا اكو في السبله كما نقولوا، ولا تصفيه حسابات. يعني كلام مؤسف صادر من بعض الاطراف، يعني ما نسميوهاش. انا دوكا ماذا بيا الاخت شاهيناز والاخت راشده تتوجهوا برساله الى وزير التعليم اللي راه يسمع فينا، وعلى بالي سخت انت شاهيناز ما قلتيش كلش خلال النقاش، كاين امور راكي ربما كي تحملي فيها وحدك. يعني انا احتراما ليك ما نقولهاش قدام الكاميرا، ولكن ماذا بيا انت تهضري دوكا مع الوزير اللي سيغرب يسمع دوكا فيك. بون انا نشكر هذا اسمها ياسمين وحنان على الروبورتاج، شغل جا في وقته ومليح. بصح لا سوسيتي تاعنا برك اللي الميساج ما فهمتوش مليح، سي بور سا غضبوا عليكم البنات، وكانوا دي رياكسيون، فهموهم ورانا نفهموكم، فهمتيني؟ اكيد احنا دورنا نتاسفوا، كل واحد فهمنا يعني نتاسفوا، سواء الاولياء سواء الطالبات. فوالا باسكو كاين دي كونسيكونس نتوما ما درتوهمش في بالكم باللي يصرا. هذا هو ممكن. وحنا يعني صراحه يعني وما عندناش متصالحين مع نفسنا، ممكن انه رده الفعل بعد التحقيق كانت غير متوقعه، ولكن ناكد لك على انه الهدف تاع الزميلات والهدف ديالنا حنايا سيكو ان نكونوا مع الشعب، يعني هذا هو الهدف. يعني مستحيل ولو 1% تكون عندنا نوايا سيئه من خلال انجاز الاعمال الصحفيه. يعني نشكر كذلك الطالبات القادمات من الاقامه الجامعيه لبن عكنون ولاد فايد، وكذا نشكر المناضل نضال. نشكر جات الرساله التحقيق قبل ما تختم. جات الرساله التحقيق. وي باردون، وي تفضلي. بون الرساله تاعي للسيادة الوزير انه لازم يتحركوا، وهذه هي سي لو يعني ماتنو جامي كيما نقولوا، سي لو مومون باش يتحركوا. باسكو لو كان زعما كيما نقولوا ما نجبدوا واش كاين داخل القدره عندك ما تر ملي ورينا حنا لي رياكسيون ما تقدروش تتخيلوا وما توصل ما على باليش وين توصل باللي صح كاين فساد وكاين اصلاح. لازم يكون اصلاح اولا برا كما قلت الشراب يدخل، احنا ان بي مسلمان كيفاه نخلو مع كل احتراماتي لي بار في النهار وفي الليل صافي، كاين مسؤولين اللي لازم يحبسوا هذو ينقصوا باش ما يتاثروش للداخل. وبالنسبه للمشاكل داخل الاقامات الجامعيه واش تثيري انتباه المسؤولين لازم يجوا يشوفوا الوضعيه تاع الطالبات
اللي ينحقروا واللي يعني يتلقاو كلام ويعني تحرشات اللي غاف ما نقدرش نوصفهم، بلي لازم يجوا ويحقوا فيهم ويرجعوا الماء الى مجراها كما نقول. داكوغ، كلمه كذلك الى الاخت رشيده. بارك الله فيكم على الاستضافه، بارك الله فيكم ايضا اثرتوا نقطه ملف حركتوا ملف ملف الفساد لا اخلاق. انا من قناه النهار نوجه رساله الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه احنا يد في يد باش نكافحوا هذه الامور لا اخلاقيه وامور الفساد. ما كاش ما حتكون خالية من المشاكل، على الأقل أنا مدير يخدم خدمته نقول له بارك الله فيك واجبك، مدير ما يخدمش خدمته نقول له خلي بلاستيك العام المدير واحد آخر. ما حتكونش جنة في الإقامة، كاين مشاكل على الأقل هذه المشاكل نسعوا أنه نقصوا فيها، يعني تكون لصالح الطالبة وما هيش صالح لأي فرد، لأنه يعني الطالبة أكيد طالبة هي اللي تكون. وحنا ان شاء الله كصحفيين نتكلوا عليكم باش اي المشاكل اللي تتعرضوا لها داخل الاقامات عندكم منبر مفتوح 24 ساعه. يعطيك الصحه رشيده، يعطيك الصحه شاهيناز، يعني احنا نشكركم مره اخرى يعني كي جيتوا وشرفتونا على بنبلك الحضور وتسجيل الموقف. ماوش دائما سهل، ولكن احنا نوعدكم انه ورانا تكلين عليكم باش اي مشكل تتعرضوا له سواء داخل الاحياء الجامعيه ولا داخل الاقامات الجامعيه عندكم منبر مفتوح 24 ساعه على 24 اللي هو قناه النهار. احنا مستعدين باش ندافعوا عليكم، ربما ياسمين وحنان اللي داروا تحقيق ربما أثار ضجة غير مستحبة عند بعض الطالبات، هما مستعدات تاند لتغطية كل انشغالات مختلف طالبات على مختلف على كل قطر الوطني. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحصة الخاصة، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. الفين 2014 راهي على الأبواب.